هي إني أحبك في الله. أحبك الذي أحبت. تفضل. والله يا وسيم يوسف، يا وسيم يوسف، لو تعمل لنا زيارة في ليبيا ما ندير لك أكبر احتفال مدارات دولة عربية بكل. الله يجزيك الخير. ليك أنت يا وسيم يوسف، والله ثم والله إني أحبك في الله. الله يجزيكم الخير يا أهل ليبيا. ويا وسيم يوسف، نعم، بشكر طاقم من رحيق الإيمان، بشكر هزاع، بشكر همان، بشكر خالد، بشكركم الكل، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يحفظكم ويحفظ الإمارات ويحفظ الشيخ زايد. أنا أفتخر بها الإمارات. الله يجزيك الخير، ارفع قدرك يا وسيم يوسف. نعم، والله إني أحبك. طبعا عندي سؤال يا وسيم يوسف. نعم، تفضل يا شيخ وسيم. تفضل. عندي سؤال يا شيخ وسيم. عندي عندما يعني هل يعني صلاة الفجر يعني في المسجد يعني فرض، أو يعني أنا والله أحيانا أكون يعني أنهض مع التاسعة صباحا أصلي صلاة الفجر وأصلي يعني مع الصبح، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا، شو وش تصلي الفجر في وقتها بس في البيت؟ إيه، الأفضل إن كنت قادر وتستطيع الأفضل أن تذهب للصلاة في المسجد، لكن إذا تعذر عليك لمرض، لتعب، لمطر، لحر، فلا بأس أن تصلي في مسجدك. فالصلاة في المساجد بعض العلماء قال واجبة وبعضهم قال مستحبة، والأمر فيه متسع الحمد لله. تقدر بحسب ظرفك لا بحسب الحكم، تقدر بحسب ظرفك لا بحسب الحكم. علمت؟ نعم. عندي سؤال ثاني يا شيخ وسيم. نعم، تفضل. صيام يوم شك يعني عندي السنة الماضية من رمضان، عندي شك في أن أحد الأيام أني قد يعني زي ما تقول يعني يأتيني شك بأن الصيام في رمضان غير مقبول، فيعني أنا مرات أصيام لا يوم فرق هيك. فرق بين تشك عدم مقبول وفرق تشك أنك أفطرت. أنت تشك أنه عدم مقبول، القبول ليس من تخصصك، القبول من الله. ايه نعم. فلا تقضي. نعم. يعني مثل الصلاة، لأنه يدخل عليك الوسواس، بمعنى أنا صليت الظهر أقول ما أدري يمكن الله ما قبلها أعيد. أنا صمت رمضان يمكن الله ما قبل أعيد. هذا يدخل عليك الوسواس، عدم قبول ليس معناه أنه أعيد، لأنه يدخل عليك الوسواس، فالقبول بيد الله ما يخصك أنت. لكن لو تقول أنا أشك، والله أنا ما أعرف، أنا الظاهر أني أنا فعلت كذا، أنا ذكرت أنا أكلت ثم ذكرت رمضان فأكملت أكلي، هنا أنت تشك مثلا أنك أفطرت رمضان، قولك إيه مو مشكلة لها حكم. لكن مجرد الشك أن الله ما قبل ليس من شأنك. نعم نعم، علمت؟ إيه إن شاء الله بإذن الله. آمين يا رب. الله يرحم والديك يا شيخ وسيم يوسف. وبدنا وعندي طلب بس بسيط. إيه قل لي. إني مشبه هزاع وأمان. هذا ما يا شيخ وسيم يوسف. شو؟ هزاع وأمان نبي نشبحهم بس على الطاقم. نسبحهم؟ وش يعني نسبحهم؟ ننظر يعني تشوفهم. انظر إليهم قصدي. إيه إن شاء الله. هزاع خجول، وهزاع خجول، ونعمان يخاف على الحسد. لا رب يحفظهم إن شاء الله، ورب يحفظ طاقم من رحيق الإيمان، يحفظكم الله إن شاء الله من الخوانجية والظلمية والإخوان. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويحفظك يا شيخ وسيم يوسف، أنت قدوة لنا يا وسيم يوسف. أتصور يا وسيم يوسف يعني من محبتي ليك يعني أنهم يقولوا لي رضوان وسيم يوسف. شوف يعني أنا عندي هنا في ليبيا رضوان وسيم يوسف. شوف يا يعني من محبتي ليك ومن يعني سبحان الله، أسأل الله العلي العظيم أن يجمعني فيك في يوم الحشر. آمين يا رب العالمين. يا رب إن شاء الله.